مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. صليحة بيس. كان عندك بونية صحيحة وخرج لي البرة. الجملة ذي راه ما تقالتش في فيلم، ما تقالتش زادة في مسلسل، ما تقالتش في عركة في حومة ولا قاعدة فوق سطح. الجملة هذه تقالت في مجلس النواب بين زوج نواب، لا وشكونهم؟ مهدي بن غربية وصافي سعيد. يقول القائل اش مجيبهم لبعضهم؟ وهل هكا تتحل المشاكل بالبونية يا مهدوش؟ لو المجلس معناه ناقص سمعة باهية. وعلاش بونية سي مهدي؟ علاش مش بالسبتة مثلا تلقاه سبتة دمارك؟ ولا وزيد صافي يكون من السبتة خاطر ما يحبش الأحزمة ولا يشي. هل تعتقد يا مواطن انه تنجم تلحم بيناتهم الزوز يوم من الايام؟ هو كي تشوف الزوز ما مش متاع عنف معناتهم، عندها صافي سعيد برشا ثقافه وكتبه ومراجع، وبن غربيه تحسه ما تعقل ما وش تعمل مشاكل، فهمتني؟ ما تصورهمش يتعاركوا، ما يوتيهمش معناتها العارك، تحسهم معناتها كين يتعاركوا برا من المجلس تحسهم يلعبوا شيشبيش ولا شطرنج ولا دومينو ولا اي ولا تروحوا شكوبه مثلا على الشرب. اما يا مواطن يا بيه الدمين والشطرنج راهي العاب فكريه، ما ينجموش زوز منعدمين الفكر يلعبوه. هو مهدي بن غربيه كان يزدم في عركه وراه برشا عباد، تصور انت درا قداش من حزب تعدى عليه وقداش من واحد يعرف يدي عنده فايلق كامل وراه. وصافي سعيد مسكين عنده كان سمين لوفي في حياته، عدم تكافؤ واضح. وفرضا تعاركوا كيفاش تكون العركه ترى؟ حسب رايك شنو هو شكل العركه اللي باش تاخذوا اذا صارت بين مهدي بن غربيه وصافي سعيد؟ العركه بيناتهم عركه بسقوفات، عركه متاع حانات، عرفتها؟ كل واحد يضرب سقف. هو علاش مثلا اسمه برلمان من فراغ؟ هاك يخرج قدام المجلس وتركح البونيه. ومحليك يا مهدي، حسيلو اخلاقك ما سمحتلكش تضرب صافي سعيد في المجلس، بالعكس انت قلت نخرجوا لبرا، احترمت هيبه المجلس وقاره. الله الله، كي تخرجوا لبرا مثلا ما نتصور هيك لبعضها، اما مش بالبونيه. الحجر كل واحد كنت حجر قدامه ويبدأ يقمروا في بعضهم كيما في المظاهرات، مولوتوف وحجر ودنيا ومشعل عجلة، ويبدأ يضرب من غادي لاخر ورا الصورة ويبدأ في الصورة وخاطر يقسموا بعضهم يقبلوا من الصور، ويبدأ خويا ديجا الخصة اني مكسرة بطبيعتها، هاو كسروا الحجر بطبيعتها يدمغوا بعض، هاو كحارب عصابات وشوارع. علاش مش كاراتيه مثلا ولا كونغ فو؟ ولا ليه ليه تروح طيح سيف مثلا؟ فما زاد المبارزة بالسيف، ولا من كان الأسرع زاد على طريقة الغرب الأمريكي القديم، ولا تروح بوكس؟ لا لا ذيك الملاكمة فن نبيل نبيل خطيكم هاي لا علينا. هو الحقيقة الزوز بهبارة، اللي ضحك انه الزوز ديما يدايلوا الحوار وللحلول الجدية. الزوز نواب شعب والزوز ديما يستغربوا من كلمة خايبة حتى تقال في المجلس. يو الفخفيخ كي قال يبتى شوية قامت الدنيا وما قعدتش، قال شنو ما احترمش النواب. اما رأوا الاحترام كما الاهتمام في الحب ما بيطلبش، وكي تحب الناس يحترموك احترموا روحكم قبل وفرضوا الاحترام. هاو كلام خايبة وبطانية روز هاو معيز وهاو هاو هاو. حسيلو إلى مهدي بن غربية وإلى صافي سعيد، تيسوز مرهونين في كف يحشو. صليحة بيس.